والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، النعمة المهداة والقدوة المزداة. مرحبا بكم جميعا. كما تشاهدون احنا تنعيش اليوم الأفراح وتنعيش المسرات، والمناسبة شرط كما يقال. من طبيعة الحال الأفراح ديال الذكرى ديال المسيرة الخضراء المظفرة، الذكرى ديالها 47، وكذلك الذكرى ديال عيد الاستقلال. وهذا الملتقى تتنظم الجمعية ديال الدول للثقافة والتنمية بسفرو بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبالتعاون وبالتنسيق مع مجموعة من الجمعيات، ومن طبيعة الحال بالتعاون المثمر ديال أسرة آيت بن عمر، حيث الدورة تتحمل هذا العلم هذا من الأعلام الله يطول له العمر اللي هو الحاج الحسين بن عمر. إذا هذه الذكرى 15، الإخوان اختاروا واحد الشعار جميل وخداوه من الخطاب السامي ديال صاحب الجلالة في الذكرى 47 ديال المسيرة الخضراء، حيث اختاروا هذا الشعار الجميل اللي عجبني صراحة، اللي هو مغرب الهناء والنماء والمسيرة التنموية المتواصلة. إذا هذه الدورة كما قلت هي خاصة بالحاج بن عمر اللي هو شخصية معروفة. كما قلت سابقا هذه الدورة خاصة بالحاج بن عمر الحسين بن الحسن أبن عمر، اللي رأى النور سنة 1930 في تازوطة بالمنطقة ديال الحويرت بالضبط، قبيلة أيتيوسي ضواحي مدينة صفرو. والأصول ديال هذه الأسرة هي تترجع للولي الصالح مولاي علي بن عمر آيت صغروش تلسينت، من هاجر الجد الأكبر ديالهم من تلسينت استقر بتازوطة منذ زمن عريق، ومن الجد ديالهم الأكبر تفرعت عدة أسر والعائلات، منها الأسرة ديال بن عمر وأسر كثيرة كذلك اللي هي العمراني والعمري والعماري وعصام بارك الله فيهم جميعا وأصلح شؤونهم. إذا كما قلت سابقا الحاج بن عمر هو رجل مغربي مواطن وطني بكل الدلالات الشمولية لهذه الكلمات، ابن البادية المغربية الأصيلة المتجذرة في الأصالة والشهامة، تمت تنشئته على قيمها الراسخة، القيم ديال الصدق وديال الكرم وديال المروءة، فكان بذلك محبوبا في قبيلته ومحترما من صغارها قبل كبارها ونسائها قبل رجالها. هكذا تفجرات وتسقلات وتكونات الشخصية ديال الحاج بن عمر، حيث تكونات عنده واحد الشخصية قوية، واحد العزيمة فولادية. ومن طبيعة الحال ما ننساوش إلا كان الحاج بن عمر نجح في العمل ديالو العسكري، وكذلك نجح في العمل ديالو الاجتماعي والإنساني، وما ننساوش بأنه كذلك نجح رفقة زوجته في التكوين ديال الأبناء ديالو، حيث أعطانا أبناء تبارك الله برارة وصلوا واحد المستوى جميل جدا. الحاج بن عمر رزق الله عز وجل أبناء صالحين نفعوا الأسرة ديالهم ونفعوا الوطن ديالهم ونفعوا الأهل ديالهم والعشيرة ديالهم، ومنهم المرحوم عمر اللي كان إطار سابق في المكتب الوطني للكهرباء، وما ننساش كذلك فاطمة بن عمر اللي هي مديرة بنك بالرباط ومستشارة جماعية وفاعلة جمعوية، وما ننساش كذلك جميلة اللي هي ربة بيت متزوجة بمدينة بن قرير، والسي حسن بن عمر اللي هو أستاذ جامعي في فرنسا ومقاول حاليا بمدينة الرباط، بن عمر سعاد اللي هي مقاولة وفاعلة اقتصادية بالرباط كذلك وفاعلة جمعوية، وبن عمر ناعمة أستاذة بالتعليم الخصوصي، وبن عمر عزيز موظف بلدية صفرو، وآخر العنقود كانت هي أمل بن عمر اللي كملت الدراسة ديالها العليا بامتياز والآن متزوجة في الديار السعودية. الحاج بن عمر من طبيعة الحال تزوج بعد وفاة الزوجة ديالته انسجاما مع تعاليم دين الحنيف، وهو يعيش حاليا بالمنطقة ديال تازوطة واحد الحياة سعيدة وهنيئة ومريئة وسط ربوع جبلية شامخة، وتضاريس من طبيعة الحال ديال الجبل هي تضاريس وعرة، ولكن سقلات هذه الشخصية ديال الحاج بن عمر كما سقلات الأجداد ديالو. الحاج بن عمر خلاصة القول هو شخصية محترمة تبدو على ملامحه مظاهر الأنفة والكبرياء، طاهر اليد طاهر القلب والمظهر، أنيق في الملبس ديالو،
محب للعدد ديالو والأعراف ديال المنطقة ديالو، محب للفن والشعر والشعراء، الشعر بالخصوص. كذلك الحاج بن عمر محب للمواسم والنظم الأمازيغي والملتقيات الثقافية. جمع الحاج بن عمر كل صفة النبل والشهامة، وملتزم بالعبادات ومخلص لله عز وجل، ومحب للوطن ديالو والعرش العلوي المجيد. كذلك الحاج بن عمر محب للخير في التعامل ديالو مع الناس، صادق في القول والفعل. أطال الله في العمر ديال الحاج بن عمر وسدد خطواته وحفظ أسرته. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر الشركاء، خاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ونشكر كذلك بالخصوص الجمعيات المتعاونة، ونشد بحرارة على الأيدي ديال هذه الأسرة اللي فكرت في التكريم ديالو، لأن ما أحوجنا إلى تكريم الشخصية قبل مماتها وقبل وفاتها. أنا مدام بن عمر فاطمة، أنا بنت المحتفى به وحدة في ولاده بناته. كان لنا شرف كبير هذا النهار باش نديروا له هذه الحفلة هذه، اللي هي يمكن في العائلة ديالنا لأول مرة كدار، وجمعنا العائلة كاملة وحنا مفرحانين اللي جاوا من جايين من ولاد عم با ولاد عمي، جايين من أقطاب، هالي جاي من أمريكا، هالي جاي من السعودية، هالي جاي من فرنسا، هالي جاي من المدن المغرب. وهذا نهار كبير اللي استطعنا نجمعوهم، بنات عم الوليد وولاد عم الوليد، ودرنا ليه مفاجأة وعرضنا حتى على صحابه، عنده بزاف ديال صحابه اللي في قدماء المحاربين وصحابه اللي في الجماعة، حيت كان الوليد ديالي مستشار لأربعة الولايات، وكان لنا شرف كبير نستقبلوا هاد الضيوف ونستقبلوا هاد الإخوان ونستقبلوا هاد المجموعات ديال الأحيدوس وديال الشعر الأمازيغي وديال الشعر، وفرحانين حقاش شعور كبير كتحس به اللي كتجمع العائله. كنشكر بعدا السلطات اللي جاوا حضروا معنا، القائد ديال الجماعه ديالنا تازوطا، القائد ديال سيدي خيار، كاينين اصدقاء دولي ديالي بزاف. وكنشكر الجمعيه اللي قامت بدور مهم باش اثرت وساعدتنا باش نديروا هاد الاحتفال. وتنشكر السي عمر العزيزي اللي عطانا الفضاء ديالو ووقف معنا وساعدنا، وتنشكر الناس اللي جاوا حضروا، اللي جاوا من بعيد وجاوا من قريب وجاوا حتى هما باش يشاركوا معنا هذه الفرحه هذه. انا الوالد ديالي واحد الراجل اللي عنده 93 عام 94 عام، وانسان اللي ما شاء الله عليه مازال تيسوق الطوموبيل، مازال تيشوف تيسمع تيهضر، مازال كيعرف صحابو، وفرح ملي فرح ملي شاف وجوه ما كانش كينتظرهم يجيو. الوغ عرضنا على الناس واللي ما عرضناش عليه سمعوا الخبر وجاو، حتى هما تشاركوا في بزاف المراحل. حنا اليوم في واحد الملتقى ثقافي حول الشعر المادي ولا مادي اللي تتنظمو جمعيه الدور للثقافه والتنميه، وهذا في الدوره تتحمل واحد الاسم، واحد الشخصيه بارزه من منطقه تازوطا، وهي دوره 15 وماشي سهله باش نوصلوا هذا العدد. ودوره الملتقى لما فيها تكريمات، فيها معارض، فيها تكريم الاشخاص والاعيان والاعلاميين والباحثين. واليوم كرمنا واحد الشخص كما قلت من منطقه تازوطا، هو الحاج الحسين بن عمر، يستاهل التكريم لان جندي ومارس السياسه وشارك في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي في الحرب على الجزائر. واليوم حنا تنفتخروا كاعضاء جمعيه الدور لان حلينا من جديد باب التواصل للشعراء بعد ما توقفت الانشطه الثقافيه ثلاث سنوات تقريبا بسبب جائحه كورونا. وبعد الجائحه احنا اليوم تنتواصلوا مع الشعراء ومع الفنانين ومع باقي فعاليات المجتمع المدني. وشكرا لكم.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.